الحب يدور والهمسة بتحيي قلوب والقلب بحب يدور يرجع للمولى يتوب وتبقى حياتنا هنية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لك ربنا كما ينبغي لجلال وجهك ولسلطانك العظيم، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والرسل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين الصابرين المحتسبين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. أيها الأحبة المشاهدون الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء الطيب الإيماني المبارك الذي نحيا فيه بالقرآن الكريم ونجلس على مأدبة القرآن وفي رحاب سنة سيد الأنام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، نعيش من خلال آيات القرآن ومن خلال أحاديث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم مع همسات إيمانية أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها لنا ومضات من النور تهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. أيها الإخوة والأخوات، كل عام أنتم بخير. قد أظلتنا أيام عظيمة كريمة مباركة، أيام أقسم الله عز وجل بها في القرآن الكريم دلالة على عظمتها ومكانتها، فقال والفجر وليال عشر. إنها العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، تلكم الأيام التي بين الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فضل التقرب إلى الله عز وجل فيها بصالح العمل والطاعة والعبادة، فقال ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قيل ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. هذه الأيام الكريمة المباركة العشر الأوائل من شهر ذي الحجة التي جعلها الله عز وجل ميقاتا زمانيا لفريضة عظيمة مباركة، ألا وهي فريضة الحج. أسأل الله سبحانه أن يرزقني وإياكم حج بيته الحرام، وأن يمتعني وإياكم بزيارة الروضة النبوية الشريفة المباركة، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. في مثل هذا الوقت من كل عام تحن القلوب شوقا وتهفو النفوس توقا للذهاب إلى بلد الله الحرام، للذهاب إلى بلد به البيت الحرام وكعبة شرفت، بلد به البيت الحرام وكعبة شرفت عليها هيبة ووقار، هي قبلة الإسلام مهبط وحيه، أهل النهى في وصفها قد حاروا من كل فج بل ومن كل الدنا تسعى لها العمار والزوار. شمس الرسالة أشرقت من دورها فتلألأت من نورها الأقطار، من طاف حول البيت سبعا محرما وجبت له الجنات نعم الدار، من ما بين زمزم والحطيم وركنه ما بين زمزم والحطيم وركنه تتساقط الآثام والأوزار، والله قد فرض الطواف ببيته نص الكتاب وصحت الأخبار. يا ذا الذي
يا ذا الذي شد الرحال لأجله وكأن دعاك نبينا المختار، هذا سبيل الحج فاسلك طائعا فاسلك راشدا وأطع إلهك إنه الغفار. سر بعد حجك، سر بعد حجك نحو قبر المصطفى، سر بعد حجك نحو قبر المصطفى، سر بعد حجك نحو قبر المصطفى، صلى عليه الواحد القهار في بقعة، في بقعة أكرم بها من بقعة، في بقعة أكرم بها من بقعة ظهرت بها الأسرار والأنوار بالمصطفى وبقبره، وبقبره حازت فخارا ما حكاه فخار. يا أيها الركب الميمم طيبة، يا أيها الركب الميمم طيبة إن ساعدت بوصولك الأقدار، يا أيها الركب الميمم طيبة إن ساعدت بوصولك الأقدار، بلغ رسول الله ألف تحية، بلغ رسول الله، بلغ رسول الله ألف تحية، بلغ رسول الله ألف تحية من مذنب فتكت به الأوزار. في الروضة الفيحاء، في الروضة الفيحاء قل يا مصطفى عبد ضعيف عاقه الإعسار، يرجو الشفاعة منك يا خير الورى يا من بساحك تقبل الأعزار. صلى عليك الله، صلى عليك الله، صلى عليك الله في عليائه ما يممت تسعى لك الزوار. أيها الإخوة والأخوات، مشهد إيماني رائع يرفع شعار العبودية لله تبارك وتعالى، مشهد إيماني رائع يرفع شعار التوحيد والحمد لله تبارك وتعالى. لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. شاءت إرادة الله تبارك وتعالى أن يجمع أمة التوحيد بفرضه فريضة الحج على الإيمان والتقوى، تركوا أموالهم وذويهم وأوطانهم وجاءوا من كل فج عميق على اختلاف ألسنتهم وألوانهم، يؤمون بيتا واحدا ويدعون ربا واحدا ويقولون في صوت واحد لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وإذا ما نظرت إليهم وقد تجردوا من أبهة الدنيا وزخرفها لوجدت لسان حالهم قبل لسان مقالهم يقول لبيك، لوجدت لسان حالهم يعلن عن توبتهم لله تبارك وتعالى، لوجدت لسان حالهم يعلن عن خضوعهم، عن خضوعهم لله تبارك وتعالى، لوجدت لسان حالهم يعلن عن تقربهم إلى ربهم تبارك وتعالى وتجردهم إليه، وتجردهم من الدنيا الفانية، وتجردهم من كل الإمكانيات، موقنين بأن عظم الجزاء مع عظم الإقبال على الله، بأن عظم الجزاء وأن الفرج مع عظم الإقبال على الله واليقين في الله تبارك وتعالى. مشهد إيماني رائع يعلن تمام الاستسلام والانقياد والطاعة والعبودية لله تبارك وتعالى. وإذا ما نظرت إليهم وهم على هذه الحالة الإيمانية الرائعة لاستشعر قلبك الفرح، لاستشعر قلبك السرور،
لاستشعرت نفسك الطمأنينة، لاستشعرت نفسك الأوبة والتوبة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى، لوجدت قلبك وقالبك فرحا بما تراه من هذا المشهد الإيماني، ولوجدت لسان حالك قبل لسان مقالك عندما ترى هذا المشهد الإيماني يسطأ بنور الإيمان ويشرق بنور الإيمان، لوجدت لسان حالك يكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. كلما لاحت علامات الفلاح على من قصد بيته الحرام، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ما تجلت عليهم أنوار الهداية لإقامة شعائر الإسلام، الله أكبر، ما فارقوا أموالهم وعيالهم لينالوا الرضوان الأكبر، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ما جدوا في المسير حتى شاهدوا الكعبة البهية، الله أكبر، ما علت أصواتهم بالتلبية إجابة لنداء الخليل في البرية، الله أكبر، ما صلوا في المقام وطافوا وسعوا وشربوا من ماء زمزم المطهر، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ما هامت بهم مطايا الأشواق إلى عرفات، الله أكبر، ما هامت بهم مطايا الأشواق إلى عرفات، الله أكبر، ما ابتهلوا إلى الله فيه وغفرت لهم جميع السيئات، الله أكبر، ما رموا الجمرات رجما للشيطان وقمعا للشهوات، الله أكبر، ما صلوا في المقام وطافوا وسعوا وشربوا من ماء زمزم المطهر، الله أكبر الله أكبر الله أكبر. إنها التوبة إلى الله بكل ما تحملها الكلمة من معان، إنها الأوبة إلى الله بكل ما تحملها الكلمة من معان، إنه الانقياد لأمر الله تبارك وتعالى وإعلان كمال الإيمان بالله تبارك وتعالى وإعلان كمال الانقياد لله عز وجل، توبة خالصة صادقة استوجب أصحابها الرحمة والمغفرة والقبول من الله تبارك وتعالى، فتجلى عليهم رب العالمين في يوم عرفة مباه بهم ملائكته الكرام: يا ملائكتي يا ملائكتي انظروا إلى عبادي، جاءوني شعثا غبرا ضاحين من كل فج عميق يرجون رحمتي ولم يروا عذابي، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. وكيف لا، والله تبارك وتعالى هو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. وكيف لا، والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وكيف لا، والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. إنه الطهر، إنها الرحمة، إنها المغفرة، المغفرة الذي يتجلى بها رب العالمين على عباده التائبين، ومغفرة الله ورحمة الله وفضل الله يشمل التائب حاجا وغير حاج، يشمل من أناب إلى الله حاجا وغير حاج، يشمل من استغفر الله تبارك وتعالى ولزم التوبة والرجوع إليه حاجا كان أو غير حاج. فالله عز وجل يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله.
لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. مغفرة الله ورحمة الله تشمل هذا التائب الذي وقف في جنح الليل بين يدي ربه وهو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، ولسان حاله قبل لسانه مقاله يقول: لبست ثوب الرجاء، لبست ثوب الرجاء والناس قد رقدوا، وبت أشكو إلى مولاي ما أجد، وقلت يا أملي، وقلت يا أملي في كل نائبة ومن عليه لكشف الضر أعتمد. أشكو إليك أمورا، أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد. وقد مددت يدي، وقد مددت يدي بالذل مبتهلا إليك، يا خير من مدت إليه يد، يا خير من مدت إليه يد، يا خير من مدت إليه يد، فلا تردنها يا رب، فلا تردنها يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من يرد. وهذا فضل الله، وهذه رحمة الله التي أشار إليها رب العالمين فقال: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أيها الأحبة الكرام، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم حج بيته الحرام وزيارة نبيه صلى الله عليه وسلم. إذا كانت الأسباب الدنيوية وإذا كان قدر الله قد حال دون أدائنا لهذه الفريضة المباركة، فهل حرمنا الفضل من الله؟ كلا والله. والإجابة على هذا السؤال أنا استمع إليها لكن بعد فاصل قصير، فابقوا معي. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يرجع للمولى يتوب وتبقى حياتنا هنية. هذا البرنامج برعاية شركة أبو جلال موتورز لتجارة السيارات، مركز هيهية شرقية، جميع أنواع الميكروباص البيك أب، تليفون رقم 055-245-02 أو 010-92-600-35، وفرع الإسكندرية محرم بيك شارع قناة المحمودية، تليفون رقم 011-249-49-49-9. همسات 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 من القلب هدية لحبايب القلب أهديها نسمة حب وحنية والمولى يبارك فيها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد الله حق حمده وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة الكرام، إذا كانت الأسباب المادية قد حالت دون أدائنا لهذه الفريضة العظيمة المباركة، فريضة الحج، فليس معنى هذا أن الله عز وجل قد حرمنا من فضله وقد حجب عنا رحمته ومغفرته. ففضل الله واسع، وجود الله كبير وعظيم، ورحمة الله واسعة. قال ربنا: ورحمتي وسعت كل شيء. إذا كانت الأسباب المادية قد حالت بيننا وبين الاستغفار لله تبارك وتعالى على جبل عرفات، فليس معنى هذا أننا حرمنا الاستغفار، ليس معنى هذا أننا حرمنا الطاعة، ليس معنى هذا أننا حرمنا التقرب إلى الله تبارك وتعالى. فالطاعات التي يتقرب بها العبد إلى ربه في هذه الأيام وفي سائر حياته كثيرة، من ذلك صيام يوم عرفة، هذا اليوم الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم عن فضل صيامه: صيام يوم عرفة
أحسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. إن دل هذا فإنما يدل على سعة فضل الله وعلى سعة رحمة الله تبارك وتعالى. كذلك ما ورد في حديث الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه نفر من الفقراء وقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدسور بالأجور والدرجات العلى، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضل أموالهم، يعني أن أصحاب المال والغنى امتازوا عنا حتى في الطاعات، بمالهم يتصدقون، بمالهم يحجون، وليس لنا فضل مال نحج به أو نتصدق به. عندئذ قال لهم الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم مبينا سعة رحمة الله وسعة فضل الله تبارك وتعالى على عباده، فقال أوليس قد جعل الله لكم ما تتصدقون به، إن بكل تسبيحة صدقة وبكل تحميدة صدقة وبكل تكبيرة صدقة وبكل تهليلة صدقة وأمر بمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة، تأمل، وفي بضع أحدكم صدقة، يعني في جماع الرجل لزوجته صدقة. عندئذ قال أحدهم يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته فيكون له بها أجر؟ عندئذ يقول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم مبينا فضل الله ومبينا سعة رحمة الله تبارك وتعالى، أوليس لو وضع أو أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ فقالوا نعم. قال فلو وضعها في الحلال فله بها أجر. وهذا هو مقتضى الإيمان أيها الأحباب الكرام، أن تكون حياة العبد لله تبارك وتعالى، أن يكون مأكله لله، أن يكون مشربه لله، أن يكون مضجعه لله، أن يكون نكاحه وجماعه لله، أن يكون كل شيء في حياته لله تبارك وتعالى، أن يخلص النية بأن يتقرب بهذه العادة إلى الله تبارك وتعالى، عندئذ يكون له بها أجر، فضلا عن الذكر، فضلا عن التسبيح، فضلا عن الصيام، فضلا عن القيام، فضلا عن التقرب إلى الله تبارك وتعالى بزيارة الفقراء، بزيارة الأيتام، بزيارة المرضى، بزيارة القبور، بذكر الله تبارك وتعالى، بقراءة القرآن. كل هذه أمور من شأنها أن تقرب العبد من ربه تبارك وتعالى، كل هذه أمور من شأنها أن يحصل العبد على مرضات الله تبارك وتعالى. هذا هو مقتضى الإيمان في حياة المسلم الذي شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أن تكون حياة العبد كلها لله، بداية من استيقاظه وحتى نومته، أن يمتثل أمر الله، أن يجتنب نهي الله، أن يقف عند حد الله تبارك وتعالى، أن يخلص النية في كل عاداته وفي كل عباداته لله، ولسان حاله يقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. ذلكم هو شعار المؤمن الذي يجب أن يرفعه في كل لحظة من لحظات حياته. أيها الأحبة الكرام، كذلك من فضل الله تبارك وتعالى على عباده أن أمة الإسلام تعيش أيامها من عيد إلى عيد، من عيد إلى عيد تعيش أمة الإسلام أيامها، وبالطاعة تكون أعيادها. فبعد أن تعيش الأمة نفحات الأيام العشر ونفحات هذه الفريضة المباركة، فريضة الحج، ونفحات هذا اليوم الأعظم، يوم عرفة، الذي يكفر الله عز وجل فيه الذنوب ويستر العيوب ويقرب إلى حضرته تبارك وتعالى كل من تاب وأناب، تعيش أمة الإسلام عيدا إسلاميا عظيما مباركا،
إنه عيد التضحية والفداء لله تبارك وتعالى، عيد الذاكرين، عيد الصائمين، عيد الصائمين والصائمات، عيد الذاكرين والذاكرات، عيد الطائعين والطائعات، عيد من استسلم لله تبارك وتعالى وضحى بماله ونفسه ونفسه في سبيل تنفيذ أمر الله تبارك وتعالى ولبى نداء ربه تبارك وتعالى. إنه عيد الأضحى المبارك، ذلكم اليوم الذي نحيا فيه بذكر خليل الله إبراهيم وولده إسماعيل على نبينا وعليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة، أريدكم أن تتأملوا معي هذا المشهد الإيماني الرائع الذي أرى فيه خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام. أرى إبراهيم عليه السلام في هذا المشهد شيخا كبيرا قد فاضت بالعبرة عيناه، أضناه الحلم وأشقاه، شيخ تتمزق مهجته، تتندى بالدمع لحاه، ينتزع الخطوة مهموما والكون يناشد مسراه، وغلام جاء على كبر يتعقب في السير أباه، والحيرة تثقل كاهله وتبعثر في الدرب خطاه، والمشهد يبلغ ذروته وأشد الأمر وأقساه، إذ تمرق كلمات عجلا ويقص الوالد رؤياه، وأمرت بذبحك يا ولدي فانظر في الأمر وعقباه، ويجيب العبد بلا فزع افعل ما تؤمر أبتاه، لن أعصي لإلهي أمرا من يعصي يوما مولاه. واستل الوالد سكينا واستسلم ابن لرداه، ألقاه برفق لجبين كي لا تتلقى عيناه، أرأيتم قلبا أبويا يتقبل أمرا يأباه، أرأيتم ابنا يتلقى أمرا بالذبح ويرضاه، لكن الرؤيا لنبي صدق وقرار يرضاه، وتهز الكون ضراعات ودعاء يقبله الله، تتوسل للملأ الأعلى أرض وسماء ومياه، ويقول الحق ورحمته سبقت بالفضل عطاياه، صدقت الرؤيا لا تحزن يا إبراهيم فديناه. فاصل قصير ثم أعود إليكم، فابقوا معي. فيها والهمسة بتحيي قلوب والقلب بحب يدوب، والهمسة بتحيي قلوب والقلب بحب يدوب، يرجع للمولى يتوب وتبقى حياتنا هنية. هذا البرنامج برعاية شركة أبو جلال موتورز لتجارة السيارات، مركز هيهية شرقية، جميع أنواع الميكروباص البيك أب، تليفون رقم 055-245-02 أو 010-92-600-35، وفرع الإسكندرية محرم بيك شارع قناة المحمودية، تليفون رقم 011-249-49-49-9. همسات من القلب هدية لحبايب القلب. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الأحباب الكرام،
إذا كان لنا أن نخرج من هذا المشهد الإيماني الرائع لخليل الله إبراهيم وولده إسماعيل على نبينا وعليهم الصلاة والسلام، إذا كان لنا أن نخرج بدرس لا بد أن نعيه جيدا، فلنتعلم جميعا حسن الإيمان بالله تبارك وتعالى، وحسن الطاعة لله تبارك وتعالى، وحسن الثقة في الله تبارك وتعالى، وحسن التوكل على الله تبارك وتعالى، أن نتعلم كيف يكون إيماننا بالله تبارك وتعالى، الإيمان الكامل الذي طغى على حب النفس وحب المال وحب الولد، فكان الله عز وجل أحب إلى قلب إبراهيم من ولده، وأحب إلى قلب إسماعيل من نفسه، وهذه هي أعلى مراتب الإيمان التي علمنا إياها نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، فقال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. أول هذه الثلاث أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا حبه وحب من يحبه وحب كل عمل يقربنا إلى حبه، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، أذكر نفسي وإياكم: يا من صام لله في هذه الأيام العشر، ويا من قام لله تبارك وتعالى في هذه الليالي العشر، ويا من ينوي أن يصوم يوم عرفة تقربا إلى الله، ويا من قد عزم على أن يضحي لله تبارك وتعالى وأن يتقرب إلى الله بالأضحية، تذكر صلة الرحم، فكل هذه الأعمال مرهونة بصلة رحم بصلتك لرحمك عند الله تبارك وتعالى. فالرحم معلقة بباب العرش تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. أيها الأحبة الكرام، اسمحوا لي في نهاية هذا اللقاء الطيب المبارك أن أبعث بعدة برقيات. أول هذه البرقيات برقية ثناء ودعاء بالشفاء العاجل لأستاذ الكريم الأستاذ أحمد أبو العينين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما وسائر مرضى المسلمين، كما أبعث ببرقية تهنئة من الأستاذ صالح عطية والأستاذ منصور بأمن المدينة مدينة الإنتاج الإعلامي، وكل العاملين بمدينة الإنتاج الإعلامي والعاملين بقطاع الأمن فيها والعاملين بقضاء الصحة والجمال. أبعث بخالص التهنئة إلى الأخ الكريم الأستاذ محمد الخزامي بزواجه السعيد، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله زواجا ميمونا مباركا. كما أبعث أيضا ببرقية تهنئة إلى الحاج عبد أبو شحاتة لزواج ابنته الكريمة إسراء، ونقول لابنته سارة بإذن الله، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقك قريبا الزوجة الصالحة وأن نفرح بك قريبا إن شاء الله عز وجل. كما أتقدم بخالص الشكر للحاج سالم المرغني بالبيس والدكتورة ميرنا الصباحي بمحرم بك بالإسكندرية، والحاج أحمد البخشونجي لمعاونتهم معنا في تركيب لافتات ولوحات الإعلان لهذا البرنامج الطيب المبارك، وتقديمهم يد العون ويد المساعدة لنا. وسبحان الله أخص بالشكر الدكتورة ميرنا الصباحي، يعني مع أنها دكتورة قبطية إلا أنها أبدت الكثير من المعاونة ومن المساعدة لنا، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقها وأن يبارك لها في مالها وفي أولادها وفي عافيتها، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. الشكر موصول لكم أحبتنا الكرام. وأيضا برقية تهنئة أبعث بها من أسرة العاملين بقناة الصحة والجمال إلى المهندس أحمد جلال بقطاع الصوت، أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك له زواجه وأن يجعل هذا الزواج زواجا ميمونا مباركا بإذن الله تبارك وتعالى. وأسأل الله أن يجعل أيامنا كلها أعيادا وأفراحا. ختاما أيها الأحبة الكرام، هنأكم الله بالقبول وأسكنكم الجنة مع الرسول، ورزقكم في هذا العيد المبارك بهجة لا تزول، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. إلى أن ألقاكم
ألقاكم على خير في الأسبوع القادم بمشيئة الله. أترككم في رعاية الله وأمنه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا البرنامج برعاية شركة أبو جلال موتورز لتجارة السيارات، مركز هاهية شرقية، جميع أنواع الميكروباص البيك أب، تليفون رقم 055-245-02 أو 010-92-600-35، وفرع الإسكندرية محرم بيك شارع قناة المحمودية، تليفون رقم 011-249-49-49-9. همسات.